رجعنا لكم من جديد. طبعا بجوار المعلمات والطبيبات والعالمات نحتاج الكثير من النساء المثقفات والكاتبات والشاعرات. ليش؟ لأن الفنون جزء لا يتجزأ من تكوين الحضارات. صحيح إيمان، ولكن السؤال الأهم، أين وصلت اليوم المرأة السعودية؟ هل فعلا حصلت على فرصتها كاملة أو لا؟ هذا اللي راح نعرفه في هذه الفقرة مع ضيفتنا. طبعا حوارنا اليوم حوار ثقافي أدبي، وضيفتنا اللي منورتنا في الاستديو هي أستاذة مها النهدي. يا هلا وسهلا فيك في سيدتي. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك. يا هلا. وأهلا بالمشاهدين. يا هلا فيك. طيب كيف شايفة اليوم واقع المرأة السعودية؟ المرأة السعودية محط أنظار الجميع، الكل دائما المرأة السعودية عنده تحدث جدل. صحيح، ولكن من جانب مشاركتها في المحافل الثقافية كيف شايفة اليوم؟ والله بما أني أنا ما أحضر المجالات الحفل دائما اللي يقام في المجال الثقافي أو شيء زي كذا، بس عادة المرأة السعودية بتكون موجودة، وما هو حكر يعني أنه يكون موجودة بس في المجال الثقافي، هي موجودة في كل مكان، أصبح صوتها واصل في كل مكان، وهي موجودة. صحيح. حتى لو ما حضرت بنفسها لكن هي موجودة. صحيح. طيب كيف تشوفي أستاذة مها الوعي والأشياء اللي صاروا يسمعوها السيدات والأشياء اللي انفتحت لنا إحنا كسيدات، كيف أسهم في ثقافتنا وتوسيعها أكثر من ناحية الحضور الأدبي والثقافي؟ الثقافة موجودة عند المرأة السعودية، لكن الوعي لابد أن تشتغل عليه لفترة من الزمن. يعني أقدر أقول أنا من كتابي الأول لكتابي الثاني أو الثالث وإن شاء الله اللي بعدهم، الوعي عندي اختلف. صحيح. من كتاب لكتاب. صحيح. كذلك ما أقدر أني أحكر المرأة السعودية وأقول عنها فقط مثقفة في مجال واحد وأنسب فقط تعليمها، أقول مثلا تعليمها جامعي أو تعليمها ثانوي وأتجاهل تماما وعيها. في كثير من السيدات تكون ما هي متعلمة أو ما أكملت تعليمها لكن وعيها مرتفع جدا. صحيح. واشتغلت على نفسها. واشتغلت على نفسها كثير، وهذا الأهم. لما تقرأين كتاباتها أو حاجة تقولين مو معقول إنه هذه يعني إنسانة ما هي متعلمة أو شيء. صحيح. ومو شرط أنها تكون موجودة فقط في المجال الأدبي. صحيح. ممكن نشوفها في مجلس عادي ما لها أي نتاج أدبي ولا لها أي حضور أدبي لكن عندها وعي وعندها حسن. بالضبط. حديث. أتوقع هذه تكون ميزة أو موهبة من عند الله، يعني مو شرط تجي بالقراءة. وتشتغلي عليها. صحيح. لا احنا ما هي طبعا هبة من الله عز وجل، في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى رزقنا جميعا بالوعي. صحيح. ما خلى انسان دون انسان ان هذا عنده وعي وهذا ما عنده وعي. لكن ايش تسقلي؟ بالضبط. لازم نسقل انفسنا، يعني عادة بيقول الاشخاص انت تغيب عننا فترة وترجع شخص ثاني، او صحيح. ممكن يتجدد في حياتك الاشخاص ويختلف عندك حتى الصداقات اللي حولك. صحيح. بناء على وعيك، بحكم انه تغير يتغير كل شيء حوالينك. بالفعل. صحيح. بس هل تلاحظين انه المجالات الفنية والثقافية اليوم المرأة ابدعت فيها اكثر من غيرها؟ ما نقدر نقول اكثر من غيرها، لكن هي الان في مركز تقدر تنافس من خلاله جميع الأوساط الأخرى. إذا نقول في الفن التشكيلي فالمرأة السعودية وصلت. صحيح. في الأدب وصلت، لكن المنافسة قوية. صحيح. طب وبعرف منك أكثر أستاذة مها، يقولوا دائما أن الفنون والثقافة هي أحسن وسيلة وأسهل وسيلة لتوصيلها للشعوب، كيف تتوقع إحنا كسعوديين نقدر نفعل هذا الموضوع عشان نوصل فنوننا وثقافتنا للعالم؟ هي موجودة لكن ما نقدر نقول أنها وصلت بالشكل المطلوب. صحيح. طبعاً نقدر نستثني منها أسماء، لكن الأسماء هذه في أشياء كثير خدمتها، لا زال في سيدات ما في الشيء الأدوات اللي تقدر تخليها توصل للعالمية أو توصل الثقافة اللي موجودة عندها لأبعد من نطاق الحدود اللي موجودة عندنا. إيش النقص تشوفي من رأيك؟ إيش الأشياء اللي لسه ناقصة عندنا؟ التحدي. صحيح. عندنا. صحيح. تحدي كبير في السعودية، يعني ما أقدر أقول إنه موجود عند أي امرأة أخرى عربية. صحيح. التحدي عندنا تحدي تقاليد وعادات وأعراف وأشياء كثير يعني توقف عائق، لكن المرأة السعودية قادرة إنها هي تتخطاها، لكن صحيح. تتخطاها بوعي بدون. صحيح. ما تحدث صدام. بالضبط. بينها وبين أي شخص آخر أو أي جهة معينة. صحيح. هي تقدر توصل لها بالوعي. بالوعي الكافي. صحيح. صحيح. بالضبط. وهذه الثقافة اللي أنا أنادي بها الثقافة دائما. الثقافة والرقي والوعي. الرقي. صحيح. هذه ما تجي غير بالوعي. بالفعل. الثقافة بدون وعي هي لا شيء.
بالفعل، بس لو سألتك اليوم المرأة الكاتبة، الشاعرة، الروائية، التشكيلية، إيش اللي اختلف اليوم عن السابق؟ كل جيل له بصمة وكل جيل له جمال، يعني ما نقدر نقول عن أي جيل والله أنه هو أخفق أو أنه هذا جيلنا أفضل أو أنه إحنا صراحة جيلنا جيل أنا من رأيي جيلنا أفضل أكيد أحس ممكن أوعى إحنا عندنا الأوعى صحيح. ما نقدر نقول أوعى، أسهل أوعى لأنه صار عنده وأصدق مصادر كثير يتوعى منها، كان صحيح. غني جيلنا كان أغنى يعني كان في كل جيل له بصمة بالضبط أكيد طبعا. تحدى صعوباته وتحدى مشاكله وتحدى كل شيء، كلهم فيهم خير، لكن جيلنا الآن في تحديات أصعب بالفعل صح. هو احنا طبعا احنا بهذا الكلام ما بنقلل من قدر الجيل أبداً. انا قاعده اقول كل جيل له بصمه صحيح. وجمال صح صفاته اللي مميزاته بالتاكيد. التحدي في ذا الجيل على قولتها صراحه جدا اكبر فعلاً. يعني تحسي انه صعب الواحد، منافسه جدا قويه جدا جدا قوي. في شتى المجالات، كونك كاتبه اعلاميه روائيه في اي مجال صح. راح تكون منافسه صعبه صحيح. طيب لما نعرف منك أستاذة مها، هل بدون حياز يعني نتكلم، هل تتوقع أن الأدب الثقافة والثقافة النسائية يعني وصلت ونجحت لما وصلت للملتقى؟ تقصدي أن المرأة السعودية أيوة هل الأدبياتها وصلت؟ هل وصلت للملتقى اللي هي بتوصل له؟ طبعا هي وصلت، لكن لا زال في كثير من السيدات بيمشوا في هالمجال، فلسه قدامنا وقت أطول تحس. طيب هل ليش غابت الكاتبة مها النهدي اليوم بعد كتابها الأخير نسبة كحول؟ هل في شيء بتحضري له في الفترة القادمة؟ في كل لقاء يجلدوني بهالسؤال وإحنا اليوم نبغى أكثر شفافية وأكثر وضوح. لا والله عايزين نعرف الحقيقة. الكاتب ما يغيب بقدر أنه يكون موجود بكتاباته، يعني هو يكتب لكن ما يقدر يغيب صح. الغياب يكون في مثل ما يقولوا صومعة. كتبت الحمد لله، في عندي كتاب اسمه إن شاء الله عرق القوارير، وكتاب آخر اسمه الأصلع الوردي. ملفتة كل الكتب اللي كتبتيها، الأسماء اللي انت قلتيها في كتبك، يعني أنا أحيانا أقول يمكن أنا ماني عارفة من هي أستاذة مها النهدي، ممكن بس أخذ الكتاب عشان المواضيع، يعني نسبة كحول إيش العنوان. أنا عندي مهم جدا أنه يشتروا العنوان وطنجرة المكحلة. طنجرة المكحل؟ لا طنجرة حزعل مني. ايش اللي كان مرة يقولوا لي مطحنة ومرة يقولوا لي طنجرة ومطحنة طنجرة المكحلة وشهقة باب، يعني بالأمانة هل محتوى الكتب لها يعني شيء علاقة بالمحتوى؟ أكيد يعني طنجرة المكحلة يعود اللي يعني أوكي أنا حعديها ها؟ أي عديني هي طنجرة خلاص لا عديني هي لا تفشليني قدام المتابعين. لا خلاص حنجرة المكحلة هو عبارة عن مثل شعبي عند أهل مكة يقولوا عنه ننكت المكاحل، أي يقول كل شيء عندنا بدون حلو. خجل أو شيء حلو. فأنا أخذتها منها أنها حنجرة المكحلة، يعني بصيغة أدبية أكثر كحول. يعني كحول هذا جدا اسمه غريب صراحة. نسبة كحول لما تقرأي أحسن؟ يعني حلو ما تبغى تفشي عن السر كنا بنسحب. لا بس ما يصير أبدا. لا 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 بس حقيقي يعني أحب كثير وأبغى الناس تقرأ. حلو لا خلاص أقرأ لك هو حلو. بس طبعا بعد ما سمعت كل هذه المسميات لازم أسألك إيش اللي خليك تختارين هذه الأسماء اللي قد تكون غريبة للقارئ العربي؟ والله هي تجي معي كذا، ما اقدر اقول ان انا اتقصد اني اختارها بهذه الطريقه، هي تطلع معايا بيور ماده خام واشتغل عليها يعني مره واثنين وثلاثه واحط اكثر من عنوان الى ان اصل للعنوان اللي احس اني انا لو شفت هالكتاب على الرف راح اشتري. يعني دائما افصل نفسي عن كتبي، افصل نفسي عن العناوين، عن اي محتوى انا كتبته، وارجع اشوف هل انا فعلا اقدر اقرا هالشيء أو إني أشتري هالعنوان أو لا. حلو. طيب إيش تفضلي أكثر ككاتبة؟ هل محتوياتك نصوص أدبية؟ هل هي روايات أكثر شيء؟ إيش أحب شيء لقلبك؟ الشعر أكثر شيء؟ حكينا أنا أكثر. عندي نصوص شعرية، لكن مؤخراً اللي هو عرق القوارير مجموعة قصصية، والأصلع الوردي رواية، فما أقدر أحط نفسي في قالب واحد الآن.
لأني طبعا في تصاعد لكل مرحلة، عندك إحساس معين لكل مرحلة، وهذا أرجع أقول لك أنه يرجع للوعي. وعي اختلف طبعا من الكتاب الأول للكتاب الأخير للحظة اللي أنا قاعدة فيها معكم. صحيح. الوعي عندي اختلف، ما أقدر أبدا يعني حتى أقرأ كتبي الأولى وأقول مين اللي كتبها صراحة. صحيح، لما كل ما نكبر أكثر تحسي عندك مرحلة نضج، ممكن تغيري رأيك في اليوم مرتين ثلاثة مرات من كثرة الأشياء. وقد أنا ما أشوفها غلط أو عيب أبداً، أنا ما أشوفها. لا أكيد، هو كل ما الإنسان بيكبر يوم بتعدي عليه مواقف أكثر، بيتوعى أو بيتثقف أكثر، فهذا الشيء حيبان في كتاباته أكيد. صحيح أكيد. فأنا كل يعني كده حماس إنه أنا أسمع منك مقطع من كتاباتك شعرية. إن شاء الله أكون حافظة شيء منها. حاولي تسترجع الذاكرة وقولي لنا بيت. إن شاء الله. يعني اللي أعرفها هي ومضات، بس اللي حفظتها الحين. أيوة عادي. قلبي وطن كبير يتسع لمواطن واحد فقط. الله. هذا حاليا اللي أحفظه، بصراحة ما أحفظ كثير من اللي أنا أكتبه. طيب أبغى أعرف منك، طيب أكثر شيء في المجتمعات حاليا، طيب سايرين السيدات يعني ما شاء الله تبارك الله أكثر وعي وثقافة، فصار في اللي هي الاجتماعات وصار في اللي هي الملتقيات بتتجمعوا فيها، أنت إيش رأيك في هذا الموضوع؟ هل تتوقع هذه الأشياء تساعدك؟ كمان على الجوال. طب حلو، يعني هذا ما نعرف على الجروبات. نلتزم إنه إحنا نروح في مكان معين، طيب كل واحدة مننا في منطقة، اللي بالمدينة واللي بجدة واللي بمكة واللي بالطايف، كلنا نجتمع في جروب واحد. نتناول مثلا كتاب معين، نقرأ الكتاب ونتناقش فيه بعد فترة، أو نعمل يوم معين بالشهر نتناقش حول هالكتاب في صالون أدبي. ما في مناسبة؟ ما منافسة؟ منافسة حلوة يعني منافسة. بينكم منافسة لازم نكلج، ما نقدر نعديها بدون كلجة. فما في منافسة بينكم ككاتبات يعني؟ يعني أحس مثلا في يعني مجالات كثيرة المنافسة جدا عالية، بس كمجال ثقافي زي ذا هل المنافسة عالية ولا تحسي لا عشان في وعي أكثر؟ الوعي لما يكون موجود تنلغي المنافسة تماما. جميل جدا. ما تكون موجودة، بالعكس كل واحد مننا يطمح أنه يتعلم من الثاني. صح. صح. لابد أنه أنت عندك أدوات مو موجودة عندي. صحيح. وحضرتها عندها أدوات مو موجودة عندي. صح. فالغلط أن الواحد يقعد يكابر أنه أنا عندي معلومات مو موجودة عندك. طبعا لا أطلاقا. لا. صحيح. فوق كل ذي علم عليم. صحيح. لازم أن أنا أكون منفتحة ووعي منفتح أني أسمع للآخر والآخر يسمعني. جميل. صحيح. جدا. الكاتبة السعودية أستاذة مها النهدي نورتينا اليوم في سيدتي. النور نوركم، شكرا، يعطيكم العافية. شكرا لك. متابعينا فقرات سيدتي باقي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.